أعلن البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم والمرشح لمنصب رئاسة فيفا عن تلقيه دعما كبيرا من كافة أنحاء العالم، وأنه سيدخل الأسبوع الأخير من الحملة بثقة. أمر قادا في الأرجنتين بالإفراج عن الأمين العام السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بعد أن اتهمته وزارة العدل الأمريكية بالتورط في فضيحة فساد بالاتحاد الدولي، فيما أوصت لجنة القيم في فيفا بإيقاف الرئيسين السابقين لاتحادي كولومبيا وتشيلي لكرة القدم مدى الحياة عن أي نشاط رياضي. في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم يلتقي فيرونتينا الإيطالي مع ضيفه توتنهام الإنجليزي، وبدوره يلعب أوكسبورغ الألماني أمام نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورغن كلوب مدرب بروسيا دورتموند سابقاً.